يا بنات، في فيديو جديد من فيديوهات قناة البيت المصري. معاكم رشا مراد، وفيديو جديد. لو ما شاركتوش في القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو، لان النهاردة هتكلم عن فيديو يخص كل بنت، وهو هتكلم عن انواع الفاونديشنز اللي تناسب كل نوع بشرة. بس هبتدي بالبشرة الجافة عشان انا بشرتي جافة، فانا خبرة شوية في البشرة الجافة. فهتكلم عن احسن فاونديشن انا بستخدمه الفترة دي، كنت عملت فيديو عنه تاني بس الصورة ما كانتش واضحة، فحبيت ان انا اعيد الفيديو. فلو النهاردة عايزة تعرفي افضل فاونديشن او كريم اساس مناسب للبشرة الجافة، يبقى لازم تتفرجي على الفيديو دي ده عشان تعرفوا ايه احسن فاونديشن بستخدمه بركموند كل بنت. تعالوا نشوفوا ايه هو الفاونديشن. ثانية واحدة عشان اشيل بتاع دي، عشان انا بستخدم. بصوا انا كنت في مزايا النهاردة، هو عشان خلص فجبت واحد جديد. اليكم هذا السكرت اللي انا بصراحة بفتخر بيه جدا، وانا شايفة ان هو سر كبير جدا من اسرار الفاونديشن. هو عامل دلوقتي على فكرة 20% خصم لحد اخر الشهر من مزايا لوريال انفيليبل 24 hours. لوريال انفيليبل 24 hours، انا درجتي 200. انا درجتي 200 عشان كان في بنت سألتني عن درجتي، انا مش عارفة هي باينة ولا لا. انا دي درجتي هي 200. اوكي، اسمه ايه بقى لوريال ده؟ اسمه هو ليه اسم، اسمه ساب جولدن ساند، اسمه جولدن ساند. دي الدرجة، درجة 200. ليه بقى انا بحب لوريال انفيليبل 24 hours؟ بصوا يا جماعه، اول حاجه انا بستخدمه ريحته تجنن. عارفين يعني ايه ريحته تجنن؟ يعني انا من عشاق ريحته، بحطه كده اقعد اشمه بيفكرني بالميك اب بتاع زمان قوي بتاع مامتي، يبقى ريحته تجنن. ثانيا الامتصاص بتاعه فوق الرائع. ثالثا بستخدمه الصبح وهو في اس بي اف 18%، يعني في اس بي اف يعني في سان بلوك، يعتبر حلو جدا. توزيعه رائع، البشرة بتمتصه، مفيش خطوط خالص. الدرجة بتاعت درجاته مناسبة جدا. انا شايفة ان هو ناعم، ما بيسيبليش قشرة. انا بشرتي جافة جدا على فكرة، يعني انا مش جافة مختلطة، لا انا جافة جدا. فانا هو مش دهني كمان، مش بيخلي البنات كده شكلها دهني، لا بالعكس. هو الفينش بتاعه رهيب، التغطية بتاعته فوق الممتازة. انا بستخدمه انا رايحة الشغل الصبح، بيبقى حلو جدا. بستخدمه كمان في يعني استخدمته في فرح قبل كده، واستخدمته في مناسبات، رائع بطريقة مش طبيعية. فانا بنصح كل البنات ان هي تجربه. هو دلوقتي على فكرة انا بشتريه من مزايا، وانا دايما برشح وبحاول ان انا اقول لكم ان احنا نتعامل مع مزايا لان حاجته مضمونة، بلاش نشتريه اونلاين. يعني انا دايما ما بحبش الميك اب الاونلاين لان انا ما اضمنهوش يعني. فانا جاي من مزايا عليه خصم دلوقتي حد اخر شهر 26% بمناسبة العيد، يعني تقريبا ميبيلين ولوريال هم عاملين خصم اللي هم 20% ده من مزايا. انا جايباه تقريبا ب200 حاجة و60 او ب200 حاجة و40 بعد الخصم، فهو سعره مناسب جدا. انا عادة بستخدم على فكرة ماك، يعني انا يعني بستخدم يا اما انفيليبل 24 hours يا اما ماك. فماك عامل 800 جنيه، ده عامل كان 300 جنيه، دلوقتي عامل 260 جنيه، فسعره رائع. هنستخدمه الصبح شغال، هنستخدمه بالليل شغال، التغطية بتاعته فظيعة، الثبات بتاعه 24 hours، ما بيسيبش خطوط خالص، ما بيسيبش، مش بيلمع. هو مات على فكرة، مش بيلمع ومات. ويعني بتستخدميه في التصوير، يعني انا اوريدي مذيع فبستخدمه في التصوير كتير جدا، رائع وممتاز. في الفوتو سيشنز رهيب بجد، حتى بنات الجامعة هيستخدموه الصبح، هيبقى حلو جدا معاهم. هتستخدميه الصبح في شغل بشرتي، انا اصلا انا بشرتي الحمد لله يعتبر صافي، يعني صافي جدا مع البشره، ما بيسيبش يعني ما بيطلعليش حبوب، يعني الحمد لله. بصراحه انا مستريحه فيه جدا، وانا شايفه ان هو اختراع. فياريت اي بنت بتتفرج عليا لازم تجربي. انا على فكره مش يعني ما بعمل، انا ده برودكت ريفيو، انا ده رايي الشخصي، انا مش بعمل اعلان للشركه ولا اي حاجه. انا فعلا نفسي ان كل بنت تجربه لان هو يعني رائع، وانا شايفه ان انت تستحقي ان انت تجربيه وهيعجبكم جدا. وتستخدموا معاه برضو الكونسيلر اللي هو اسمه فيت مي بتاع ميبيلين، انا عامله له ريفيو هسيبه لكم في صندوق الوصف. فانا ده بعتبره واحد من اروع الفاونديشنز اللي البنت اي بنت بشرتها جافه لازم تستخدمه. بلس ان هو مش بيسيب قشره، والله يا جماعه ما بيسيبش اي قشره، فظيع. وزي ما قلت لكم روتين الميك اب البسيط جدا، ان احنا نجيب ميه ورد، اي ميه ورد من عند العطار، نحطها في الثلاجه وبنحطها بنطبقها على بشرتنا قبل ما نستخدمه. بعد كده نستخدم زيت جوز الهند، ده السحر الرائع بتاعي اللي عمري ما بستغنى عنه. زيت جوز الهند ده انتوا لو استخدمتوه
احسن من احسن برايمر يعني. في برضو انا بحب استخدم بعد زيت جوز الهند بسيبوه 10 دقايق بيمتص بشرتنا، وزيت جوز الهند يفضل نسيبه في التلاجة عشان يبقى ساقع وفريش كده. في حيلة تانية انا بعملها احيانا لما تكوني خارجة وحاسة ان بشرتك مرهقة تلجة، تحطيها في منديل وتمسكيها تمشيها على بشرتك كده بتقفل المسام، فظيعة يعني رهيبة. التلجة دي يا جماعة سحر لا يقاوم. طيب خليني اقول لكم على البرايمر برضو الرهيب جدا وسعره تحفة، اللي هو جل الصبار ب 13 جنيه من عند ماي واي، او ممكن نجيبه من عند اللي هو اسمه امتنان بحاجه ب 50 جنيه. انا بس انا ما عجبنيش بتاع امتنان قوي بصراحه. جل الصبار ده احسن من احسن برايمر، هو بينشف البشره شويه بس احنا لازم نكون حاطين قبليه زيت جوز الهند بس بقى، وحطه كده ايه الفاونديشن ودعولي. زي ما انا قلت انا بستخدم كونسيلر فيت مي، هو مش معايا دلوقتي بس انا درجتي للمره الثانيه 200 واسمها جولدن ساند، ده اللي هي الدرجه شايفين انا مش عارفه هي واضحه ولا لا، بس انا عايزه اقرب لكم يعني. انا حاطه منه دلوقتي، وده الفينش، ده الفينش بتاعه. على فكره انا رحت فطرت بره وحاطه الميك اب ده من الساعه 2 الظهر والساعه دلوقتي حوالي 1 بالليل، فبالتالي انتوا شايفين شايفين الايفكت. انا على فكره ما عملتش يعني ما حطيتش تاني يعني ما زودتش يعني. فانا بصراحه بنصح كل زي ما قلت بنت تستخدم الفاونديشن ده لان هو يجنن وروعه بجد، مش هتندموا وهتدعولي. ويا ريت تعملوا لايك للفيديو ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه، واي حاجه تخص الميك اب ترجعوا لي. انا مش ميك اب ارتست بس انا مذيعه واخدت كورسز كتير قوي في الميك اب، عشان احيانا كنت بتزنق في التصوير ومليش حد يصور يحط لي ميك اب، فكان لازم اتعلم بصراحه. فالناس اللي علمتني الناس بتشتغل في قنوات تقيله جدا واخدت منهم اكسبيرينس حلوه قوي. فاحسن فاونديشن او كريم اساس او فانديتان للبشره الجافه هو ده اللي هو لوريال انفيليبل 24 اورز ب 260 جنيه. فرصه ان انتوا تشتروه دلوقتي من مزايا، عشان ما اعرفش ممكن يكون عامل لوريال في كل حته خصم، بس انا بحب البرودكتس بتاعت لوريال. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو تاني، وهستناكم تعملوا سبسكرايب. واي حد عايز يسال على اي حاجه خاصه باللوك بتاعي في الميك اب يبعت لي وانا هقول لكم الماتيريالز اللي انا مستخدماها وهعمل ريفيوز تانيه كتيره جدا. شكرا واشوفكم في فيديو تاني. باي باي.